السلام عليكم. مجهز السيف انا. اي شيء بطلع. توهق في شيء. شلون البس السماعة مع ذا القبعة؟ كذا ورني كل المراحل. المراحل اللي لعبناها في الحلقة اللي فاتت. او في الجزئين اللي فاتوا. دبي. انجلترا. بقالنا برلين اليوم. هذه المرحلة ما ادري وش ترى الصراحة. مطول بس عشان اسمع. البس السماعة بعدين البس القبعة. ما تكفي وين. الموت. شو الصوت. هذا واضح سيارة اللي انقتل. لا ليش انا قلت لي انقتل؟ انا ماني محققي صح. انا هيتمان شفتوني صادق في واحد ميت بكاب. وشو سكينة؟ في سكينة. هذه سكينتي انا جاهزة. بس فايند اوليفيا. اوكي يا اخوان نسيت. اوكي هذه اللقطة اللي طلعت في البث اللي فات يوم يخدرونها. اصبر اوه معلش بالغلط. هذا مكان وشو سري. لازم ما حد يشوفني. ها اعطونا معلوماتكم. بس انا من اصفق؟ قدومت خلص من 5 من وكلائهم لارسال رسالة اليهم. في 5 لازم اذبحهم. ايوه ابي اكشف على المكان. تبون اخلصكم من هذا؟ خلصكم من هذا؟ ترى ايزي. بس لا يلتفت الحين يجحفلني. زر يناظر. هذه اخر نظرة في حياتك. تعال يا ابن الموت. حلو. البس ملابسه؟ في شخصيات مهمة لازم تعدي ولازم تساعد واحد عشان اوه شكلها طويلة. شوفوا اصلا الرقم استفهام 1. شكل في شيء طويل. انا بغبي هذا هنا. اسرق لبسه يا اخوان؟ ما اقدر اسرق لبسه. ما اقدر. شوف ما عنده اكس بيك اب. هذا وشو؟ العب سماعة. طب ذي يتكلمون عننا. يقول بلقى 47 وبلقى اوليفيا. هذول صافين طابور بيخشون الحفله. بس انا تراني معروف معمم علي. يعرفوني بس الناس ما يعرفوني شكلهم. ايه بس يعني الحراس يعرفون من انا. لازم القى لي طريق واخش من جوا في مكان سري. ايه انا بحاول اني القى باب. اوه اساعده واخذ منه بطاقه زحف ذي. ساعد مين؟ انا ما ساعد. انا اروح اقتله على طول. ما في فاضي. انا ساعد الناس. في واحد هنا. لا انت في الطريق الصعب. الموت يلغني اللي توتر. هذا اول ثاني واحد راح ينقتل. راح ينطل في المويه. ايش رايكم؟ ايش تقولون يا اخوان؟ لا بس انه وقف في مكان غلط. لو نعطيه حبه كوين. ايوه نجي من وراه ونقلبه. ايه تعال 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 تعال. اوكي ما معك بطاقة؟ معك شيء؟ البس ملابسه. اوكي صح حلو شيل. اوكي يلا بسم الله. انا الحين واحد من اخوياهم. السلام عليكم. عادي ادخل دور انلوك. افتحه. انتي ناشبة. من هنا. بس انا ودي دقيقة من هنا يمديني ادخل. بس انا ودي اوخر ذي الحرمة. ابدخل بس اصبر. في كوين هنا طايح باخذه وارمي عشان هذيك ابدا ما تشوفني اني دخلت. ابدا معناها كذا مي بشايفتني. كذا مي بشايفتني كذا. والله ما شافتني. حلو اوكي السلام عليكم. الحين طبيعي. بكاب كوكيز ذا. وات ايش تستفيد من الكوكيز؟ هنا حفلتكم ما شاء الله. هنا فهمتوا الامور. طيب في واحد يشك فيني هناك. من هو ذا اللي يشك فيني؟ خلونا نروح له. يا الغالي وين سروالك انت؟ يا ابوي بلا اهتمام. بس خل نروح نفلها. يلا بس يا شيخ. هذا مكان شكله ما حد يدخله. اي والله انه مكان ما حد يدخله.
هذا ما حد يدخله. تعال. اوه مع اغراض واجده والله. والله بس ودي اسرق لبسهم. الموت انا ايش فيني كل شوي بيشوفوني. نايم ما يدري ذا. اخ ودي اسرق ملابس. شوفوا يا اخوان. اوه لا اثنين هم جو. كنت ابي واحد ببرا الارز وما ادري وشو. ايوه واحد بس واحد. انت كمل نومك. خبيته كيف كان بيشوفني. حلو هذا وشي بيجا. الموت شلون نحشت منه انا. حلو هذا اللي بسرق لبسه. ها هذا اللي بسرق لبسه. اوكي ابشركم لقينا اللبس. غير بسرعه اخلص. تعال وين نطلع ذا من فوق. يمديني من فوق والله. يمديني من هنا دروب. والله لو يطيح على البني ادم فهمتوا. والله لو طيحه. حلو الحين اتمشى على راحتي. هذا وراي يعرفني ذا. ها ضيعني ترى ضيعني. ايوه لا وش تبي انت صلعت كنت انقلع. او ماي جاد هذا من وين طلع لنا. هذا من وين طلع لنا. سك الباب. مع السلامه. من هنا. ولا مو من هنا مو من هنا من هنا. مع السلامه. اوكي بروح اقتله. بيجي واقتله. هي تعال. طبعا هو طالع عندي في فيس كام. ضيعني. لا ما ضيعني والله. يا لطف سوي فيها تلحقني. عطني سلو الموت يا السلاح. لاحظت ان الرقم واحد اللي جنب الاستفهام صار اثنين. بس انا طبعا ما ادري ايش سويت عشان يصير اثنين. تقريبا لا والله انا ما لبست نفسه. يمدي يرمي عليه الكوكيز. لازم تقتلهم كلهم. الظاهر اني بجلس اقتلهم واحد. ايش زرفت انا ما ادري. هذول اثنين الله ياخذهم. كل شوي اثنين جنب بعض. كيف اخليه يجي؟ استعدوا يا اخوان. مبروك اللبس. راح يجي ويفتح الباب ويجي يسكر. راح ادخل وجهه في المكان. اتوقع ان هذول اللي ملابسهم كذا هذولي في المكان دايم. لا تصارخ. لا حلو. اوه ما حس. يلغى. حلو يا اخوان لاحظتوا صار جليتش. شو صار جليتش. اقول لكم الثاني ما سمع. اقول لكم في جليتش شفتوه. يا ابوي لا تسال عن خويك. ها لا تسال عن خويك. انا شايف اللي احط فيها الاوادم. وينها؟ شايفها منا ولا منا الظاهر. الغالي يركز في الكمبيوتر. ها بغيتها والله من جد. هنا. اوكي دقيقة في شيء. لقيتها. الموت يا الهتمان. في شيء هنا بس باخذه. حلو عصا. طيب الحين ما عاد يشك فيني صح؟ اي بس نتأكد. السلام عليكم. اي ما عاد يشك. هذا يشك ليه؟ ليش كذا؟ هذا لازم اقتله. حلو صار جلتش ثاني مرة. حلو قام يطير في الهواء. يا اخوان في الهواء الرجال. يا اخوان في الهواء. اوكي طلع ثلاثة.
اللي يعرفوني لازم اقتلهم. مع خوية مع خوية مع خوية مع خوية. اي احد يعرفني اقتله كذا اسوي المهمة. تستاهل يا اخوان واحدة. ما في شيء رجال تتوهمون تراكم. ما هنا شيء الامور تمام. يبلغ عني. دام وجهك. استعدوا يا اخوان. كملتهم؟ اوه صح انت هنا. اربعة اربعة اربعة. اوكي ريلود. ليه كانوا دروا عني؟ ايوه في واحد والله فالينها هنا. هذا الكفار جهنم في جهنم. بشوفك تسوي ذا الحفلات في جهنم انت وياه. الله يغفر لهم. شكلهم كورونا ولا شيء. الا الظاهر انه كورونا. ما صار خمسة. دروا عني بلغ. بسوي كني مع الشعب. اصبر اصبر. ما معكم معكم انا معكم. بضيعهم بين الناس. والله هذا هو هذا هو. بس شلون اسحب الحين من بين 3000 مليون واحد؟ ما تشوفني صح انا ارقص كذا في الارض. ما تشوفني. شفتوا كيف طريقة السحبة؟ شفتوا كيف بسحبه؟ شوفوا كيف شوفوا كيف. ابى اخليه يشوفني. شفني شفني انا هنا يا ثور. شفني هنا. تعال تعال شوي. تعال هنا خربان الفيش. اخش بين الناس وامسك المطرقة وحلتها وانا بين الناس مو منتبهين. الناس شتتوا شوي. طيب بقى الشيء الثاني. لا هذا يمديني افتح فيه بيبان. ابغى شيء يرميه يا اخي. حلو انا طلعت مسدس بين الناس. الموت. دقيقة بفحصه. دقيقة. لا 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 لا. طيب يلا بما انه ما يموت خلونا نحاول من جديد. شوفوا ابرجع بعيد واعطيها تصويب والناس ما يشوفون. شوف شوف شوفوا اقتلوا خش بين الناس. بس انا اخاف لو اصوب. شفتوا شفتوا الناس انتبهوا. شفتوا الناس انتبهوا. هذا اللي اتكلم عنه. اقتل وزمن. صعبة والله ترى صعبة والله. لحق اصبر 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 اصبر. تكفى انفرد صر لحالك. تكفى الله يرحم والديك. اوكي ما صار رقم خمسة يا اخوان. اوه هذا المنطول هذا اللي ناطله انا. والله لو يطيح على البني ادم فهمتوا. والله لطيحه. وين اي صح ثري. اوه معي هذه صح. حلو انت ما شفتني. ابلع في راسك. والله لصير انثر. انت صح. انت رقم خمسة انت. لا مو بهو. والله انا انثرهم لين القاعد خلاص. انت هذا ما يبلغ الا ذا يا ابن ال. صفينا. حلو. هذا يشك فيني. هذا هو يا اخوان صدقوني. بما انه يشك. شفتوا هذا هو اللي يبلغون واللي يكون فوقهم علامة حمراء هم. بس اطلع. صفيت الموضوع يا اخوان. انا هنا المهمة. ويردان تقول يا اخي خلص يا اخي ذا يتمشى على البحر. تراهم بلغوا عني عمموا عني في كل مكان. والله مهمة يا عيال صعبة. انك تجلس تخمن لين. شوف الطلعة من هناك. بس انا بعيد عن الطلعة. بس خليني ارسم الطريق. لف من ورا. تعال من هنا من ورا من ورا من ورا. في واحد طبعا جاي من هنا. لازم ننتبه له. تراهم بلغين عني. وترى السيف خلص. ممكن في اي لحظة يهجمون. ما في بشر. انا ماشي في الطريق الصح بس بتأكد. ماشي في الطريق الصح. بس لازم
باذن الله بوصلكم انا سيدا على طول على جهنم باذن الله. دليفري 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 يا اخوان بسرعه بسرعه. الكلاب متجمعين هنا عند الفساد. اوكي خلصنا مهمه جميله جدا. بينزل يوتيوب ما دامني خلصتها بينزل. ما دامني خلصتها بينزل هذا. جميله هذه جدا.